برنامج المسامح كريم. القصة اللي راح نتابعها بعد شوي هي من المغرب، مش راح فصلها الآن، ولكن بعد ما نستقبل ونرحب صاحب الدعوة المهدي من المغرب. ايه الاخبار مهدي؟ الحمد لله، طمني عنك. الحمد لله، بارك الله. كيف كان وصولك؟ ان شاء الله ما تعذبت، كل شيء تمام؟ الحمد لله. من وين؟ من المغرب. الحمد لله، من كازابلانكا. من كازابلانكا، الدار البيضاء. اهلا وسهلا فيك. راح بحكي معك شوي، بس خليني اولا يعني حط المشاهدين بصوره الوضع. تفضل. مش هيك؟ تفضل. المهدي متزوج من 6 سنوات من سيده اسمها فتيحه، عندهم بنته صبي، يعني عندهم الولد عمره 6 سنوات والبنت عمرها سنتين. الله يخليهم. صار في مشكل، صار في مشكل مثل كل الأزواج، مثل كل العائلات صار في مشكل، والمشكل مبني على أو سببه هو الغيرة، لأنه مهدي بيشتغل وظيفته حارس أمن بإحدى الشركات الخاصة بالدار البيضاء. طبعا عنده شوية متاعب مادية، عليه شوية ديون، بيشتغل أوفر تايم، بيشتغل بالليل. المهم انه في ليله من الليالي قاعد مع مراته، بيجي تليفون. هلا هو بيقول انه هي مدير في الشركه استدعته وراح يقوم بوظيفه معينه. راح طبعا، رجع لقى زوجته زعلانه، غضبانه، قايمه قيامتها، يمكن مكسرة أمور في البيت. تمام. خانقت معاه، زعلوا من بعض، طلع الصريخ، الزعيق قام ضربها. زعلت الست فتيحة وزعلت كتير، يعني أخذت الأولاد وتركت البيت. الوضع صار له قديش؟ له الوضع هذا مدة طويلة. له مدة طويلة؟ يعني شهر، شهرين؟ تمام. شهرين؟ شهرين مدة طويلة؟ تمام. والله، ده هي مدة طويلة. طويلة. فإذا الوضع له شهرين، الآن شاف إنه في فرصة يرجع من خلال هالبرنامج يحاول إنه يرجع عائلته، يرجع فتيحة والأولاد إلى المنزل. بقى أنا شخصياً بدي أتشكرك على ثقتك. شكراً كثيراً أستاذ. بتمنى أنه ساعدك قد ما فيني، بس تحطني بجو فتيحة شوي، يعني كيف أطباعها؟ قديش زعلاني من الوضع؟ هل في تواصل صار بينك وبينها؟ هل حاولت؟ حاولت كثير. رافضة تحكي معك؟ رافضة، وبيصدوني عائلتها كمان. هل وصلت حدا من الأهل؟ هل كثير من أهلك؟ كتير. من أهلها؟ أهلي، أبوي وأمي بيحبوها كثير، وتدخلوا بيناتنا وما في. مهدي، بس انا بدي اسالك سؤال. على افتراض لا سمح الله، تمام، انه الست فتيحه بعد ما تجي لهون، اذا اجت، لانه ما بنعرف اذا تسلمت الدعوه ولا لا، بس على افتراض انه لم تقبل انه تفتح الستار وانه تصالحك، شو راح تعمل؟ صعبة؟ انتو ما في طلاق بعد؟ لا، ما في طلاق. فكرت شي بالطلاق؟ فكرت؟ من ناحيتها هي. فكرت طلقها يعني؟ لا، هي طلق. هي فكرت طلق. ليه بتعتقد؟ هل قد صعبان عليها؟ انا عايز ألمي الشمل، مش عايز. عرفت، بدك تلم الشمل. بس في احتمال انه لا سمح الله الست تقول لك انا خلص مش عايزه. دي حاططها 60% 70%. يا سيدي، نحن بناء على طلبك ورغبتك سلمنا الرساله الى الست فتيحه بالدار البيضاء. خلينا نشوف اذا كان قبلت الدعوه ولا لا. أستاذ جورج، إحنا الآن في مدينة الضل بيضاء بساحة الحمام، وغنتجهوا المنطقة جوهرة عند السيدة فتيحة الشابي باش نعطوها الدعوة ديالها. أجوا معايا.
أستاذ جورج، إحنا دابا في حي جوهرة، قربنا من البيت ديال فتيحة الشعبي، وأجيو نشوفو واش غنلقاوها. مدام فتيحة الشعبي، كل شيء مزيان؟ بارك الله فيك. انت ام جوج وليدات، الهدى وايمان. ولادي تبارك الله، الله يخليهم لك. الاستاذ جورج كيعطيكم هذه الدعوه للحضور ان شاء الله معه. علاش لا، معرضه من الخير. اوكي، شكرا. اهلا اهلا ست فتيحة. تفضل يا عيوني. اهلا وسهلا. الله يخليك. كيف احوالك؟ والله بخير ما شاء الله عليك. شو الالوان الحلوه هذه؟ الله يخليك. نوره بيه. كيف تركتينا المغرب؟ كازا والاهل كلهم كل خير، كل شيء بخير. والاولاد الحمد لله بخير. شفتيهم معك او بعدهم في المغرب؟ لا، في المغرب. مع مين تركتيهم؟ مع ماما. يا اهلا يا اهلا. بتشتغلي انت شيء؟ لا. طيب عندك فكره شيء ليش جيتي على البرنامج؟ مسابقه. هي مسابقة مهمة جدا والمكسب كتير كبير. نتمنى خير بعد ما حصل قبل. نتمنى بقى إن شاء الله خير. الحقيقة أنا بدي أشكرك على مجيئك. الله يخليك. لأنك جيتي مش عارفة شو السبب. سمعت الدعوة من سيد. قبلت الدعوة وبتشكرك من كل قلبي. الله يخليك. حصلنا الشرف. أنا مقدر هالشيء. الله يخليك. مقدر هالشيء. الله يخليك. أنت مبسوطة بحياتك؟ الحمد لله. ماشي شويه. هات خبريني شو بحب انا هيك اعرف شوية. الناس شو عندها قضايا واخبار؟ ماشي كل شيء ديما كامل لك. اي حاجه بغيتيها ما يمكنش ديما تكون كامل لله سبحانه وتعالى. ايه يعني ما عم بتواجهي صعوبات؟ ما ضروري في صعوبات. مثل من اي نوع؟ من كل جهه. لا والله هاتي لشو؟ الأهل؟ الأصدقاء؟ مين؟ من الزوج. من عندك مشكلة مع الزوج؟ أوف. وشو المشكلة؟ ما بدنا هلأ أني ما تزعلي، ما بدنا يعني. طيب خلص فتيحة، خلص انسى. خلص أنا يعني بدي أقول لك، مش أنا اللي صاحب الدعوة. الحقيقة في شخص هو دعاك إلى استوديو. يعني البرنامج هذا مسابقات صحيح، بس مسابقة معنوية مش مادية. بدك تعرفي مين دعاك؟ إيه؟ بدك تطلعي بهالشاشة. حالك قدام غدار خيم غشاش. لا عادي شوي. وحملني رسالة إليك. خلينا نسمع الرسالة بالأول بعدين نحكي. إيه رأيك؟ باش نسمع. لا نسمع الرسالة. تسمعيها مني؟ مشكلة. شكرا. بقول لك زوجتي الحبيبة، وحشتيني كثير، وافتأت هذا اللقب الذي لم أنادي به أحدا سواك. أكتب إليك هذه الرسالة وقد تعبت من بعدك ومن بعدك، أنت وأطفالنا اللذين أفتقد حضنهما كما أفتقد حضنك. أكتب إليك ولا أعرف كيف طوعك قلبك على أن تتركيني وتصطحبي معك الأولاد. بيقول لك يا ماما ميا، يعني ماما ميا سنت. بيقول لك ماما ميا الحبيبه،
أنا آسف على ضربك، فقد كان من شدة غضبي وفقدت أعصابي، وصدقيني لم أخونك في أي مرة، لأنك المرأة التي تكفيني، ولأنني لا أستطيع أن أخون حب العمر بيننا وعشرة 6 سنوات كنت فيها أسعد الناس، ولم أكن أتصور أبدا أنك ستشكين بي بعد مكالمة هذه الليلة المشؤومة. ماما ميا الحبيبة، أقسم بالله أنها كانت مكالمة عمل، وأن رئيستي في العمل هي التي استدعتني، وأنها مستعدة لكي تقسم لك هي الأخرى على ذلك، فليس بيني وبين أي أحد غيرك أي حب، وأني أكاد أموت كل ليلة قلقا عليك وعلى الأولاد وعلى ابنتي التي تعاني من الربو، وأحتاج لأطمئن عليها وعليك. يا زوجتي الحبيبة، هل يمكن أن تنسي حبي بهذه السهولة؟ وإذا كنت أخونك، فهل كنت لآتي إلى هذا البرنامج لأطلب الصفح والسماح؟ أرجوك عودي إلى المنزل، وإن كنت تفتقدين عملك فلا مانع عندي من أن تعودي إلى أي عمل يرضيك لكي نعود كما كنا، ودعينا ننسى ما فات ونبدأ حياتنا من جديد بأن تقولي لي كلمة واحدة: المسامح كريم. يعني أنا متأثر شوي، أنا عم بقرأ رسالي، بس متأثر أكثر أنا عم شوفك عم تبكي هيك. كذاب، أتي كذب. أنت شكيتي فيه، خلينا نحكي أنا وياك شوي. أنت شكيتي فيه، إجت مكالمة بالليل، أقفل التليفون السماعة ومشي. أنت ظننتي إنه وحدة اتصلت فيه، مش هيك؟ ديما تتصل بي، ديما، مشي مرة واحدة. بتتصل فيه كانت دايما؟ دايما بتتصل. هي مسؤولة عن رئيسته يعني؟ لا، مش رئيسته، صديقة دياله. عنده صديقة؟ عنده صديقة. هذه مشي مدة 3 شهور. بس أنت عندك شيء دليل محسوس على ذلك يعني؟ كيف عرفتي؟ هو تبدل معي من هالي زاد الدرية الصغيرة. فهمينا شوي. هذه مدة 2 سنين وأنا ما عندي هذا المشكل، مشي هي دابا 3 شهور. سبق وكلمتي فيها؟ ديما منين تعرف على هاد الصديقة والأخرى ما بقاش يصرف علينا، قطع المصروف، مثلا نقول اللي عطينا باش نصرف على ولادي، وهذاك تبت ما عنديش، مثلا نهضر مع الفلوس يضربني، تيضربني تيقول لي سري لداركم، سري عند أمك، فيما نقول لي بغيت المصروف. ضربك قبل المرة؟ ديما تيضربني. دايما كان يضربك؟ دايما بيضربني. طيب أنت هلا وين رحتي مع الأولاد؟ رحتي رجعتي لأهلي؟ رجعت لأهلي. إيه، شو بيقولوا أهلي؟ عندي غير أمي. أمك؟ أبي متوفي. الله يرحمه. الله يرحمه. والوالدة شو بتقول؟ أمي أصلا مريضة، وديما نعاود لها نشكي عليها، وهو تعرف حتى حد ما عندي اللي غيدافع عليا. سي لخدا فرصة ديما يضربني ويرجع يضربني ديما. ما يصرفش علينا، بنتي مريضة، تيمشي هو عند صديقة ديالو تيخلينا حنايا. لا ماكلة، لا حتى حاجة، أنت عارفنا في والو. أختي أنا نخدم باش نصرف على ولادي. فتيحة، ما بعرف هو رسالته، يعني أنا شعرت وكأنه صادق يعني، وكأنه طيب ليه بده يجي قدام ملايين الناس يعتذر مني ويطالبك يطلب منك تسامحي وقلك رجعي إذا ما بيحبك؟ أي طلقني باش رجع لي. أنت بدك يطلقك؟ بدي يطلقني. ما ممكن ترجعي له؟ ما بدي أبداً أبداً؟ طيب خلينا نسمع، وبركي بده يقول لك شيء، وبركي بيقنعك بشيء. مهدي تفضل. الى الان مش مقتنعه، قالت عنك كذاب منافق، وش قلتي كمان؟ خاين. ومش اول مره، والمساله لها 2 سنين يعني. مين عم بيقول الحقيقه فيكم؟ فتحي، كيفاش كنت معاك انا في الاول قبل من 6 سنين هذه؟ قبل ما تكون معايا رئيس العمل كان راجل، وما ولات عندي مرا في الوقت كنت عارف هاد القضية، كان عندي راجل كان يوميا كيتصل بيا كيبغي يطمعني على احوال الشغل. لما تغير راجل اصبح ست، من تماك بدا المشكل. هي قالت لك يا 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 مهدي، هي قالت ما في شيء بينك وبين رئيستك، بس في وحدة تانية
لها سنتين بتعاني ومتزعل انت وياها على الموضوع، وهي بتشارعك على الموضوع وقالت لك وضربتها كذا مرة. شو عم تحكي صح ولا لا؟ هي ضربتها مرة واحدة ديما، مرة واحدة ديما، مرة واحدة ديما. ديما يعني دايما؟ شو مرة دايما يعني تضربني دايما؟ ما هي انضربت الست، هي عم بتقول انه ضربتك عدة مرات، ناسي المرات الأخرى؟ لا لا مرة واحدة والله، مرة واحدة. طيب احكي لها بدك تحكي في في صنته إلى وضع الآن كتير حساس ومفصلي، أو بترجعوا سوا على المغرب وبترجعوا العائلة، أو رح تبقوا منفصلين. يعني الست عم بتقول بدي يطلقني. تفضل فتحة. أقسم لك بالله العلي العظيم، هذيك الست اللي كتصل بي بالليل ولا بالصباح ولا في العشية، مجرد رئيسة عمل عندي، مجرد رئيسة عمل بتطمئن عن أخبار الناس اللي بيجوا. لحقاش أنا كتشك عارفاني خدام في شركة، خدام في شركة ديال السياحة، خدام في شركة ديال السياحة، وكان خدام في قطاع الأمن. الوفد اللي كيجي كاين اللي كيستقبلهم، ولا ما كانش شي حد يستقبلهم أنا بنوب عنهم بحكم أني أقرب واحد لمقر العمل. كذاب، أقرب واحد لمقر العمل. ما فيش عمل بالليل. خليني أسألك سؤال. تمام. فتيحة قالت أنه أنت وقفت المصروف عنهم خلال سنتين. مش موقفت المصروف، هي عارفة ظروفي، غارق ديون، عارفة الظروف ديالي، غارق ديون. آخر شهر دايما ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش مصروف، ما فيش ما فيش. بنتي مريضة، ما تبيش تعطيني فلوس نشيل الدواء، دايما ما كاينش ما كاينش. ليكي فتيحة، طيب ما يعني كل إنسان عنده ظروف، ممكن يكون غارق بالدواء. يعطيني قليل والو، بتعطيني والو، خلاص سكر ما عاد يعطي. سكر من مرة. مزبوط الكلام؟ يعني انت 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 شك انه كان عم يصرف على ال يصرف على الاخرى؟ طيب شكي بحدا تنشوف عنده النقود في جيبه، مثل نقول له عطيني تيقولك ما عنديش، يخرج يرجع ما عندوش فلوس، هو دياولو عنده. شو الكلام مزبوط؟ اسألها شوف واش عندنا. انت اسألها، انت اسألها. الا فتيحة ما عمرش ناطرك معنا شي ديون ديال السكن اللي شرينا انا وياك، الشقة اللي شرينا انا وياك، في 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 دخل شهر، في ايجار متاخر. لا كنت بالشغل، كهرباء كنت بالشغل بساعدك منين جلست صافي. قبل سنتين كنت بساعدك. قبل سنتين كنت بالشغل. قبل سنتين اشتغلت وساعدتك. كنت شغلي يساعده منين جلست صافي. قول قول قول، انا تركك لانه بدك تقنعها. الى الان لم تقتنع. الله يخليك، اقسم لك بالله العلي العظيم ما في حاجه احسن من الله نحلف به، والله ما بيني وبين شي واحد شي حاجه، اقسم لك بالله العلي العظيم. ما عرفتش شي امراه، انا ما عرفتش الست من غيرك انت. هي عم يقسم، اقسم بالله العلي العظيم. ليه عم تفتدي انه كذاب؟ عم بيقزم عم بيقزم. المرة قبل ما اخرج من المنزل دخل الدوش، دوش خرج، عيطت له في التليفون خرج، منين دار شي ساعتين رجع للدار، رجع دوش، منين سولته كدوشتي قلت عليا بالعصا ضربني وقال لي روحي لبيتكم، روحي عند امك. طيب ليكي بدي اقول لك شغله فتيحة، يعني احيانا الرجل بيقولوا بيطلع خلقه بيتنرفز، ممكن احيانا كثير الغيره وكثره الغيره بتضغط عليه بينفجر. بقى كمان بدك انت تاخذي بالاعتبار هالامر، هالرجل اللي عم بيحلف اقسم هلا اني امام الله انه ما عرف مره غيرك وانه بحبك وكان عنده مشاكل. طيب كمان ما تكوني صعبه انت كمان، لازم تصدقي، يعني ما تضلك حاطه براسك انه والله خانني وكان في خيانه وكان في وحده. ما فيش راجل بيشتغل، ما فيش من عنده نقود، اخر الشهر ما فيش ما فيش. طيب ما كانش يشتري دواء للبنت؟ لا قولي خاصني دواء، قلت شوفي دبري حالك،
دبري حالك. انا ادبر حالي هيك مزبوط هالحكي له؟ الا دبري حالك كيف ادبر حالي يعني؟ روحي عند امك، روحي عند امك. فتيحة، معقول ترجعي تعيشي مع هذا الرجل؟ ما بدي. خلاص 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 خلاص، مهما عمل ومهما يعني التزم، اذا التزم امامنا نحن شهود، هيرجع يضربني ثاني، هيرجع يضربني يتكرفص علي. انا حاطط لك رقم تليفوني، اذا ضربك انا بدي احطه بالسجن. شو تضربه انت كمان يعني؟ غلطه والله، لا غلطه، غلطه غلطه عمر. شو غلطه يعني؟ غلطه عمر. بدك تقول لها انه ما بعيده بقى ابدا بحياتي؟ ما بعيده، اقسم بالله العلي العلي العظيم ما بعيده ان شاء الله. ولا بتحط ايدك عليا بقى؟ ولا ولا. ليك فتيحه، فتيحه انا سنيني مزيان، هذا الرجال بحبك، سامعه؟ ما بغيتش ندير الغلط يديروا والدي وبعدوا على بعضياتهم، وانت كبر ولادي معايا، باغي نكبر ولادي معايا، ديريني في البلا فتيحه. مره واحده لا تعصبت في حياتي كامله، غفريلي، رأينا الله غفور رحيم. مره واحده غلط عمرها ما غتعاود. ظلمني كثير فتيحه، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. ما بغيناش كبروا الدراري بعاد علينا، خليهم وسطنا. ما عملتش حساب ليهم؟ ها؟ ما درتش ليهم حساب؟ ما درتش ليهم حساب؟ أقسم باللي خلق الدنيا والكون، أنا عمري ما خنتك، عمري ما فكرت أن أخونك. الله أحسن من كل شيء. فتيحة، يعني بدك شوي تسترجعي أنفاسك وتفكري هيك على رواق وبهدوء. ما بدي اضغط عليكي كثير لانه مش واجبي انا اضغط عليكي ولا دوري اضغط عليكي. هذه حياتك، قرار قرارك انت. انت بتحبي انك ترجعي تستأنفي حياتك مع هذا الانسان، تستأنفي حياتك، ما بتحبي، قرار عندك. بدنا نوصل للحظة الحقيقة، فيها الستار بينك وبينه، هذا الستار معنوي، بس هذا الستار ممكن يفتح لكم حياة جديدة، ممكن يضل مقفول، كل واحد يمشي بطريقه. بدك تفكري شوي وتقليلي إذا بدك تسامحي وترجعي معه مثل ما تعهد، لأنه أنا رح أخذ تعهداته على محمل جد ورح نتابع نحن. فكري، دير الحساب لوليداتها، دير الحساب أيمن وهود، فكر مزيان، دير الحساب أيمن وهود. ولا كنتي مقلقة حيت ضربتك، كنت نقول قدام هاد الناس كاملين، أمام هاد الناس كاملين سمحي ليا بزاف، ومعمرها ما غتعاود. و تنقول لك سمحي ليا بزاف وبزاف بزاف بزاف، ومعمر ما غتعاود. الله يخلي لك اللي عزيز عليك. فتيحة، تفكري تفكري شحال من حاجة زوينة كانت بيني وبينك. واش كان كلشي خير؟ 6 سنين كان كلشي خير، وقبل كاع 6 سنين، 10 سنين كلها. أنا ما فهمتش. 10 سنوات كلها. إيه. كان كلشي مش إيجابي. ضروري فيه إيجابيات. ضروري فيه يوم حلو. فتيحة، يعني نحن كلنا شعرين معك، وكلنا مقدرين، وكلنا عارفين معاناتك. انت صادقة عم تحكي بمرارة عن الامور اللي مرت في حياتك معه، خاصة هالسنتين، بس مثل ما قلت لي في الاولاد، في مستقبلكم كلكم كعائلة. الرجل انا بعتقد نيته صافية، نيته صافية، ما كان اجى لهون، ما كان مضطر يوقف امام ملايين المشاهدين، امامنا نحن على الاقل، ويحكي هالكلام، يذل نفسه ويطلب ويعتذر ويقول لك انا اسف وأنا مستعد إنه أبدأ حياة جديدة معك. القرار الآن أصبح بين يديك فتيحة. سمحي لي يا فتيحة، أنا بكرر اعتذار ديالي. سمحي لي يا فتيحة، ومع عمري بقى حق عليك يدي، راك عزيزة عليا بزاف،
اقسم لك بالله لا صادق في الكلام ديالي. سمعتي؟ شو رايك؟ شروط. قولي شروطك. يسيبها. بقى معاه. ما يبقاش معاه. ليش انه هو معاه؟ حلف، حلف بالله العظيم انه ما في. يسيبها. يرجع يخدم مسلسل بالنهار، بيشتغل بالليل. يرجع ياخذ؟ يشتغل بالنهار. هو يشتغل بالنهار؟ اه. هو بيشتغل بالليل حاليا؟ اه هو اللي حب يشتغل بالليل، هو اللي قلب البروجرام ديالو باش يبقى له النهار. سامع مهدي؟ أنا أكيد أكيد. قال بتسيب. زبط هذه القضية. يعني. قال بتسيبها. واحد، يعني هي بتفترض إنه في حدا تعرفه. تسيبها. تسيب مين؟ هي قالت تسيب. ما بيني وبينها والو. في وحدة. ما بيني وبينها. مش وحدة. مش الرئيسي تبعك، مش مدير. والله ما في وحدة. هي عندها شك إنه في وحدة إلك سنتين أنت وياها. لا ما في. شرطها لترجع بتسيبها. ما في وحدة، والله ما في وحدة. ما في؟ ما في وحدة، أقسم بالله. شو رأيك؟ هلا عم بينكر هو إنه ما في وحدة. أنا برأيي صدقي. أوكي؟ أنا برأيي صدقي. ممكن ما يكونش في وحده تانية، ممكن انت بتظني بتشكي في كل ما في كثير ناس بشكوا بظن. شو بتقولي؟ بعد في شرط تاني؟ ما في شرط. خلص. الفلوس. ما في. الحمد لله وضعي المادية سوت في المغرب، وضعيتي انا سوت. انا 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 بلاقي لك حل. تقبض المعاش بتعطيه ل تمام. مرحبا. خلاص؟ مرحبا، ما عندي مشكلة. معاش هي هي بتدفع الأجار وكذا. ما عندي مشكلة. شو رأيك؟ يمشي الحال. يمشي الحال. ها؟ شفنا 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 شفنا. فتيحة هلا لحظة الحقيقة. بدك تفتحي الستار تطلعي بتقولي المسامح كريم ونحن حنتابعك. انا ابوكي رح تابعك معه. الله يرحم ابوكي. انا بدي تابعك معه. بس طلعي بهالشاشه قولي المسامح كريم. عشان خاطرك مسامح كريم. مش بس عشان خاطرك. عشان خاطر. عشان الاولاد. خلاص مسامح كريم. قولي له مسامح كريم. مسامح كريم. أنا سعيد. شكرا. أنا سعيد. وحلو كتير نحافظ على العائلة وعلى الأسرة والمسامح كريم. وإن شاء الله بترجعوا سوا مع بعض. الله يكرمك. بوصونا الأولاد. الله يخليك. ونحن حنستمر على تواصل مع بعض. مرحبا. أوكي. شكرا. يلا طلعوا سوا من هنا. يدي يدي يدي. يلا. على كل حال هذه قصة بتنتهي بهيك جو من الفرح والسعادة. الله يديم الوفق دائما. هيدا رسالة